عمون، صوت الأغلبية الصامتة. أنا اسمي جودة موسى حسن حمدي، كنت عايش بجمعية قرى الأطفال السويس. كنت عايش عيشة عادي حلوة زي اللي له أهل. على 18 قانونهم بطلعوا الواحد، لما طلعوني انصفيت بالشارع. قعدت فترة بالشارع، بعدين اشتغلت مع ناس إماراتية، اشتغلت بشركة تنظيف وترتيب وهيك. أصحاب الشركة اشتغلت معهم سنتين، أصحابها خلصوا شغلهم ورجعوا على الإمارات، سكروا الشركة لهم. صفيت إلي شهر بالشارع، بنام عند جيت صراف الآلي تبع البنك الإسكان على دوار المدينة. امبارح كنت رايح على المستشفى الملكة عليا إنه عشان أتعالج، رجلي صارت تجعني من البرد، محل العملية اللي كنت عاملها. رحت إنه بدي أتعالج، الدكتور اللي غاد قال لي تأمينك بالمدينة الطبية مش بالملكة عليا. مشيت من الملكة عليا لدوار اسمه دوار خلدة، بوقف واحد بسأله والله وين صارت المدينة الرياضية المدينة الطبية؟ قال لي المدينة الطبية بعيدة من هون، ليش وين رايح؟ قلت له رايح أتعالج. قال لي تعال تعال أنا بوصلك. أخذني معه وبلشني يسألني أسئلة، شو قصتك ومالك رايح المدينة الطبية وليش؟ قلت له رجلي كنت زمان عامل فيها عملية وبتجعني، فرايح أغزها إبرة. كنت أنا عايش بمؤسسة الأيتام وطلعوني من عندهم، على 18 بطلعوا الواحد. اشتغلت بشركة، أصحاب الشركة رجعوا على الإمارات، صفيت أنا بالشارع قاعد بدور على شغل بدور على سكن، فيش حد راضي يشغلني عندي، كل ما واحد يعرف إني من مؤسسة الأيتام برضوش. وأنا نفسي إنه أشوف جلالة الملك عشان أحكي له عن تصرفات المسؤولين اللي عندنا، لأنه هاي كلها غلط بغلط. جعبالي أحكي له كل إشي عنهم، ما لو إنه جلالة الملك بيضرب هاي الشغلات ما بصير هذا الإشي. كان إحنا عايشين أحلى عيشة، ما منزت بالشوارع وما حد بطردنا برا، لا حد بقولنا وين رايحين ولا حد بقولنا وين جايين، بس لأنه فيش اهتمام. المسؤولين الثانيين قاعدين بيكذبوا على جلالة الملك، فيش إشي بيدخل، كله بتخبى عنا. الشغلات الغلط بخلوها شغلات صح، الشغلات الصح بخلوها غلط، فيش إشي عندهم صح، كله غلط عندهم، وبحبوش يساعدوا هدول. نفسي أقابل جلالة الملك، هاي اللي بحكيها أكثر إشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش بدي أحكي أكثر من هيك. تعمون، صوت الأغلبية الصامتة.